بيقاتل انه يخدمها. احنا معانا مداخله الاستاذ احمد عاطف المحرر العسكري بصحيفه الدستور. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. الو، اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك كنت عملت معايشه كامله مع ابطالنا في سيناء، واكيد كان لحضرتك ذكريات. هل ممكن تعرفنا عليها وتقول لنا ليه اطلق على الشهيد الجعفري لقب صائد التكفيريين؟ هو الاول اسم سياده العقيده في الحرب احمد الجعفري اللي هو 7/19. مش مجرد اسم بس يتقال كده، يعني الناس ايوه، عشان الجعفري مش مجرد بطل كمان، يعني احنا عندنا اسطوره احمد في شمال سيناء. ايوه يا فندم، كلام بالظبط ده الاسطوره احمد الجعفري. ممكن وصف فينا الموضوع بيختلف شويه عن شغال فينا، لان وصف فينا كله ايجاب وخوف مش مجرد اسمين. ما نعرفش العقيد احمد الجعفري، العقيد احمد الجعفري كان يعني كبيره جدا. العقيد احمد الجعفري ده بطل مسار الدفاع عن السيناء الحربيه. لما اسمه بس كان يتذكر هناك في سينا، اسمه بس يتذكر يعني تحس بهيبه وزياده كبير جدا. لما يروح اي معسكر من المعسكرات ويسمعوا عن اسم العقيد الجعفري جاي، يلاقي كل المجندين والظباط رايحين هذا عشان يستلموا عليه. الله يرحمه. العقيد الجعفري زي ما قال، زي ما حضرتك قلت، كان مسمي لقب صايد التكفيريين. لا، هو كمان له اسم اهم واكثر، وهو ثعلب سيناء. ليه ثعلب سيناء؟ ايوه، لانه كان عارف بجنوب سينا حته حته. يعني ممكن الجبل اللي بيتاخد عشان يتسلع مثلا في يوم واثنين، ده كان ممكن ياخد كام ساعه. كان سينا ياكل، لانه عرف كل مدى وكل حد ترامب سينا كانت عامله ازاي. هو الصوت وحش شويه، انا اسفه، فاحنا هنحاول نعاود اتصال بحضرتك عشان نعرف المعايشه دي كانت في ايه، والابطال دي الابطال دول بيعملوا ايه. عموما الله يرحمه، هي دي اليد اللي بتحارب الارهاب واللي بتواجه الموت من اجل مصر، وان تبقى مصر صامده وقويه وقادره على حمايه ارضها وتطهير كل شبر فيها بقوة وعزيمة. رجالنا في القوات المسلحة والشرطة حقيقي مهمتهم ما هي سهلة، مهمتهم صعبة جدا. وأنا يمكن عايزة أقول كمان إن مهمة أهاليهم وزويهم كمان صعبة جدا، لأن أكيد هم عايشين دايما في حالة من القلق. ربنا يعينهم ويحمي كل أولادنا.